التقت في مطلع هذا الأسبوع عمدة بلدية أنجمينا السيدة مريم جمع بيت مع أعضاء الجالية التشادية المتواجدين بمدينة كسري الكامرونية، حيث ناقشت معهم عدد من القضايا التي تتعلق بمستقبلهم. تقرير رما جبل الإنجيني. بدعوة من المسؤولين المحليين لمدينة كسري، حاضرت مقاطعة لوغون شاري لعمدة بلدية أنجمينا مريم جمع عبادة للمشاركة في احتفالات الذكرى 45 لتوحيد جمهورية الكاميرون والتي نظمت في مدينة كسري، وكان في استقبالها عدد كبير من أعضاء الجالية التشادية في جسر انجلي من الجانب الآخر. بعد هذه الحفلة الرسمية، عمدة بلدية أنجمينا مريم جمع عبادة زارت مقر الجالية التشادية، مما أتاحت هذه الفرصة لرئيسها أيوب صغيرون القيام بتقديم الشكر والإشادة بهذه البادرة، مما تطرق إلى بعض من النقاط التي تتعلق بأوضاع أبناء الجالية في هذه المنطقة. عمدة بلدية أنجمينا مريم جمع عبادة من ناحيتها أشادت بهذا التنظيم، كما أنها طلبت من الجالية باحترام قوانين البلد المضيف، وبهذه التصرفات يكون أفراد الجالية سفراء لبلادهم.